أعتقد إن الإجراءات كلها تمت بشكل سليم يا مدام راوية. أنا عاوز أسجنه. المعداوي؟ لا، خالد. غريب، أنا كنت متخيل إن أنت مهتمة بالمعداوي أكتر من خالد. كان كفاية قوي اللي حصل له، اتشل، ما بقاش قادر يتحرك كده. تمام قوي. إحنا على فكرة قضية الطلاق هنكسبها، ما تقلقي. والقضية التانية؟ أنا ماشي في الإجراءات بتاعتها. أيوة، بس إحنا مش لازم نتأخر. لا، ما تقلقيش. يعني إيه ما تقلقيش؟ لا، قلقانة بقى، ولعلمك كل ما هنتأخر مش هيبقى لصالحنا. مدام راوية، الأوراق اللي معانا هتخلي خالد يجي على ملا وشه يتفاوض، لأن الأوراق اللي معانا مش سليمة. ما هو مش معقول يدخل أبوه السجن. يا متر، خالد مش هيطاطي. خالد اتغير، ما بقاش خالد اللي احنا نعرفه. لعلمك بقى كده أحسن. يعني إيه أحسن؟ يعني لما يكون عصبي يبقى عقله مش في دماغه، يتصرف تصرفات غلط. كل ده بقى نلمه ونثبته في المحضر وفي الملف بتاعه. طب انت عارفه ان انا عايزك تروحي البيت؟ عايزه يتعدى عليكي تاني ونعمل له محضر بالتعدي تاني. طيب هو يعني مش هيفقس الحركه دي؟ لا خالص، هو مش هيعرف اصلا ان احنا عملنا له محضر. احنا لينا طريقه كده في الخباثه. انا عايز اثبت قد ايه انت متعذبه معاه في حياتك. ما شاء الله يا استاذ جلال. ايه ده؟ ده انت بتتعلم بشكل سريع جدا. تلميذك يا ريس. يعني انت شايف ان انا ارجع الفيلا؟ مش هيرضى اقعد فيه دقيقه واحده. عادي، يحصل مشاكل بينك وبينه، تطول عليه يطول عليكي، يمد ايده، نعمل له محضر بالتعدي تاني. انت عارفه ان انا عملت محضر باختفاء هاني؟ انا بالنسبه لي هاني مش قضيه، يعني انا بس شاكك ان خالد يكون هو اللي خطفه، ولو ثبتنا ده تبقى ضربة معلم. أنا ابتديت أحبك. وأنا بحبك من ساعة ما شفتك. نحن هنا، بقول لكم يا حبايبي، خلوا المشاعر دي لبعدين. هتعملي إيه؟ هنزل من هنا على الفيلا على طول. يا حبيبي أنا ما عنديش وقت، جوزي وحشني. ازيك يا سيد؟ الحمد لله يا فندم. في حد هنا من العيلة المعفنة ولا غرف 60 داهية؟ لا، موجودين يا فندم. أيغور، دي اللي جابك هنا؟ جاي أخد حاجتي. حاجتك؟ أنت مالكيش حاجة عندنا، اطلعي بره. لا يا حبيبي، ليا حاجات كتير. أوعى بقى، هي كل مرة ولا إيه؟ هو أنت ناسي إن إحنا في بينا قواضي؟ وفي محضر بعدم التعرض رسمي؟ لو كنت عملت فيكي اللي المفروض كنت اعمله، كان زمانك دلوقتي مشرف في الحجز. انا بقى اللي هعمل فيكي اللي كان لازم اعمله من زمان. بعدين هوديك في 60 داهيه. خالد، سيبها. خالد، غلط اللي انت بتعمله ده، صدقني. عادي يا حبيبتي، ما هو ما بيعرفش يعمل راجل غير عليا انا بس. ما تحترمي نفسك بقى، احترمي نفسك. خالد تعمل ايه بس؟ ما حدش له دعوه. لا يا خالد، كل واحد يخليه في حاله. انا هعرفك مين هو خالد المعداوي. انت لسه مراتي يا شيخ. انت تافه تافه. طب تعالي بقى. لا يا صوفيا، ورايا يا صوفيا. لا يعمل فيها حاجه، يودي نفسه في داهيه. مش عايز اروح معاك. مش عايز اسمع نفس. مش عايز اروح معاك. انت ودي خالد. استنى يا خالد، استنى يا خالد. مش عايز ابقى معاك في حته، ما بحبكش. مش دعوه. لا يا خالد، كفايه. مش كل مره اعمل ايه يا خالد؟ انا بقى اعرفك اذا كنت راجل ولا مش راجل. يا شيخ انت جوز جيزه. ابعد عني. صوفيا، تعالي تعالي. هوني يا متوحش، هوني. بس بقى صوفيا، مالك؟ في ايه؟ مفيش حاجة. لا، فيه. الله يخليك يا رجاء، سيبيني في حالي. لا، مش هسيبك. ما تخليش موقف زي اللي حصل ده يغير لك حياتك. هي جاية هنا عشان كده. يعني يعني هي جاية هنا علشان حاجة من الاتنين، يا إما يضربها وتجري على الاسم وتقول إن هي متعذبة معاه وتثبت الحالة دي، يا إما عشان يحصل اللي حصل دلوقتي، إنك أنت تشوفي خالد بني آدم وحش وتقولي لا خلاص أنا عايزة أسيبه ومش هطيق أعيش معاه. أنا متأكدة إن هو ده اللي بيدور في دماغك دلوقتي. صدقيني، خالد أصلاً بيكره راوية ومش عارف إزاي يذلها.
بس انا مش قادره اتحمل اللي بيحصل ده. خلاص يبقى هي كده وصلت اللي هي عايزاه. ما هو كل بني ادم له طاقه. انت طاقتك اكبر من كده بكتير صدقيني. ما تخليش موقف زي دوت يغير لك حياتك. اسمعي كلامي انا، اسمعي كلام واحده فاهمه الدنيا كويس. يا خالد يا صوفيا يا رجاء. ايه في ايه في ايه؟ مالك يا عمي في ايه؟ انا عايز خالد. حاضر. هاتولي خالد. حاضر حاضر. اهدى اهدى يا عمي ما تقلقش. انا عايز خالد. انا عايز خالد. حاضر حنده حالا. حاضر. اهدى يا عمي. البنت دي عايزه تودي في داهيه. ايوه هي جايه عشان كده. هو لازم يفهم ده. خالد طيب؟ خالد مالوش في شغل النسوان ده؟ اهدى يا عمي. خالد عارف كويس قوي هو بيعمل ايه. وبعدين راويه في الاول وفي الاخر مراته، والمفروض تعيش في الحته اللي هو عايش فيها. ايه؟ ايوه يا عمي. راويه المفروض ما تسيبش الفيلا تاني ابدا. وحكايه الطلاق دي بلاش منها. ازاي؟ صدقني يا عمي دي مهما كانت بنت عمه، واذا كان على اللي عملته مع هاني معلش كلنا بنغلط. انت اللي بتقولي كده؟ صدقني يا عمي هو ده اللي هي مش عامله حسابه ابدا. لو عملنا رد الفعل ده هيبوظ لها كل خططها. هتتجنن صدقني. انت عارف هي عايزه ايه؟ هي عايزه زي ما انت قلت، عايزه خالد يروح في داهيه، عايزه حياته تتهد ويخش السجن ويختفي، وساعتها هي تيجي وتاخد كل اللي هي عايزاه وتمشي. احنا بقى هنسيبها قاعده في الفيلا، والفيلا الطويله العريضه دي هتبقى سجنها. انا دلوقتي فهمت هي عايزه ايه، وعرفت احنا لازم نعمل ايه. بقول لك ايه يا بنتي، انا اديت كلمه ولا يمكن هرجع فيها ابدا. تمام. مهم بس ما يطلعش زي اللي قبل. يعني ايه؟ لا ولا حاجه يا ماما، انا ما عنديش مشكله. من فضلك بس بيبلغيني بالميعاد قبلها. ليه يا بنتي؟ انت عايزه تعرفي حاجه؟ خالص، عايزه بس انزل اشتري فستان شيك واروح اعمل شعري تسريحه حلوه، عشان لازم ابقى جميله قوي اليوم ده. اصل انا عايزه اعجبه. انا خلاص يا ماما قررت اتجوز قبل ما السنه دي تخلص. على فين؟ هنام النهارده، هنام بدري واصحى بدري، واروح النادي اجري شويه، وبعد كده اعوم، وبعديها هروح اعمل مساج. من النهارده لازم اهتم بجمالي، عايزه احس اني مختلفه. انا مش عارفه بس انا ليه كنت تعبه نفسي طول الفتره اللي فاتت. وانا كده كده هتجوز واقعد في البيت. لا 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 لا، انا مش هقعد في البيت. هو قالك ان هو هيشغلني ولا لا؟ بصي مش مشكله، خليني اقعد معاه بس الاول واعجبه، وبعد كده هنتناقش في الحاجات دي. ايوه طبعا نفسي احب واتحب، نفسي اعيش قصه حب كده زي قس وليلى، روميو وجولييت. وتفتكري ده هيحصل يا حبيبتي؟ هيحصل، وحياتك يا ليلى لا يحصل. اصل انا كل يوم بحلم بده. طب انت عارفه ان انا مش بنام الا لما بشوف الحكايه كلها قدامي، كانها فيلم سينما وانا بطلته، كانها الحقيقه وانا الخيال. حياتك يا منيرة، أنا مش عايزاك تتعشمي في الدنيا قوي كده. الدنيا هتعمل اللي أنا عايزاه يا ليلى، مش اللي هي عايزاه. أنا متأكدة.